أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما تفسير الآية والذين لا يشهدون الزور؟ ما معنى الزور؟ وهل حضور الحفلات الغنائية في الأفراح وغيرها من شهود الزور؟ وجزاكم الله خيرا. الزور هو الباطل، الزور هو الباطل، والشيء المزور المنمق الذي ظاهره أنه حسن وباطنه أنه خبيث، هذا هو الزور. من التزوير، تعرفون التزوير؟ تعرفون شهادة الزور؟ قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون أعياد الكفار. الزور هي يعني من الزور أعياد الكفار، فأهل الإيمان لا يحضرونها، يبتعدون عنها جميع أعياد الكفار. والزور يشمل أعياد الكفار وغيرها، لكن أعياد الكفار من جملة الزور. والمسلم يترك الزور، يترك التزوير والغناء والمزامير، ومن الزور أيضا المسلم لا يحبها ولا يحضرها، لأنها لهو ولعب وباطل، فهي من الزور. نعم.